الخاص بالوقت بالزمن. احنا دلوقتي ومع الوضع الوبائي لكورونا، حضرتك متوقع انه يبقى عندنا انتخابات هذا العام ولا لا؟ هو يعني نحن امام نص دستوري، الماده 106 من الدستور بتنص على ان مجلس النواب مدته 5 سنوات بيبدا من الاول يوم انعقاد. اول يوم انعقاد كان يوم 10 يناير سنة 2016، فهذا المجلس بتنتهي مدته الدستورية في يوم 9 يناير 2021. المادة 106 فقرة 2 بتنص على أن العملية الانتخابية لابد أن تبدأ قبل 60 يوما من نهاية المجلس، يعني حوالي يوم 9 أو 10 11. ولذلك يمكن البعض فهم خطأ أنه من الممكن أن يمد المجلس مدته، هذا الفهم فهم خاطئ، لأننا أمام نص دستوري وضع ضوابط ما أقدرش أحيد عنها بأي صورة من الصور. هو بس نتمنى إن شاء الله أن يعني المجتمع ده يكون قدر يقابل أو يواجه الكورونا ويكون انتهى منها. لابد هو ده الشكل، يعني هو ده الهاجس الوحيد، لابد أن نكون أمام غطاء ومظلة تشريعية، وخصوصا في هذه في هذا الوقت اللي مصر بتتعرض فيه لحروب الجيل الرابع وخلافه، ويعني المظلة التشريعية ووجود مجلس نيابي في الفترة يعني القادمة فيه يعني غطاء وفيه يعني من الحماية الدستورية، لأن المجلس سلطات الدولة سلطة قضائية وسلطة شرعية وسلطة تنفيذية، فوجود السلطة التشريعية أمر لازم وواجب في على الأقل بالنفي يعني ومن الأهمية بمكان في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى. بشكر.